يوسف شاهين طبعا حد لا جدال عليه، تقريبا كل الناس وكل محبي السينما عارفين القيمه الفنيه الحقيقيه للراحل يوسف شاهين، بس عايزاك تحكي لي اكتر ايه اللي خلاك ان انت تعمل الفيديو ده وتجمع كل المشاهد دي. اعتقد بدايه الموضوع كانت من سنه تقريبا، لما اي حد متابع للسينما سمع عن حاجه اسمها افلام يوسف شاهين المرممه. كانت عباره عن تحسين لجوده الافلام القديمه اللي كنا متعودين عليها بجوده سيئه قبل كده، كاننا بنشوفها لاول مره. فكان الموضوع مبهر جدا لاي حد، فلما بقيت متوفره المشاهده وشفت معظم الافلام قلت ليه ما اقدمش حاجه بسيطه زي الفيديو ده لسينما عظيمه زي سينما يوسف شاهين. طب انت يا انس اصلا يعني في المجال، يعني انت ليك علاقه بالاخراج، ليك علاقه بالسينما يعني؟ لا الموضوع كان مجرد هوايه يعني. طيب قول لنا بقى، يعني انت فعلا جمعت اكتر من 400 مشهد من 37 فيلم؟ ايوه فعلا، كان اول مرحله تجميع المشاهد كان اكتر من 400 مشهد، بختار منهم المشاهد اللي في الفيديو دي.